دخلوا نقدروا نقولوا يدخلوا في خصوصيات الابناء، سواء كانوا بنات ولا دراري، سواء حتموا عليهم يعني ازواج وهم مش حابينهم ولا زوجات وهم مش حابينهم، ولا يعودوا عليهم الزواج بعد كي مرته ما تولج. يعني انا من هذا المنبر حبيت نوجه تحيه للوالدين، سيلفو بلي، يعني انتم تعبتوا على اولادكم وربيتوهم وكبرتوهم وعشتوا حياتكم، انتم يعني خلوهم يعيشوا حياتهم، خليهم يختاروا الشيء اللي يشوفوه هما مناسب ليهم. اكيد انتم عندكم الحق انكم تنصحوهم انكم تقولوا لهم طريق الصح من الخطا، لكن الضغط سيلفو بلي ما تضغطوش عليهم، خليهم على راحتهم، خليهم يختاروا حياتهم يعيشوا سعداء. بعضهم سمحوا لي سمحوا لي كنترول، ممكن نطلعوا فاصل لانه مانيش نحس روحي بيها.